السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا محورنا لهذا اليوم مثل ما تعرفون دائما فكرة برنامج أرض السواد هي التصوير الميداني في المزارع والقرى العراقية بمختلف المحافظات، كانت محافظات جنوبية أو وسطى، وإن شاء الله مستقبلا تكون محافظات شمالية. طبعا آخر حلقة صورناها ميدانيا إلى الآن لم تعرض، ولكن لأهمية الموضوع استعجالنا بالمحور لأن حقيقة قاعد نفقد كثير من الفدانات الزراعية اللي خاصة ببساتين العنب. صورنا حلقتنا في منطقة الدجيل أو قضاء الدجيل التابع على محافظة صلاح الدين عفوا، والحقيقة احنا كل سنة لما يبدأ موسم العنب بساتين العنب نروح إلى الدجيل أو بلد، وركزنا على هذه المنطقتين مثل ما تعرفون لأنهن من أهم المناطق حقيقة الموجودة بالعراق بهذا الموضوع وبهذا التخصص. أول سنتين رحنا لها من بداية عمر برنامج أرض السواد الحقيقة كانت أمور إيجابية كثيرة جدا، بكمية الإنتاج، بجودة الإنتاج، بالانتشار الكبير جدا، والتحول الكبير إلى موضوع إنتاج العنب بالبساتين، وعلى حقيقة التطور الكبير. ولكن هذه السنة تفاجئنا بقلة بساتين العنب وبكثرة الأمراض الكبيرة والكثيرة اللي أصابت هذا المحصول المهم، اللي للأسف خلت اليوم أصحاب البساتين يهجروها ويتحولون إلى بيع منازلهم، أو مثل ما تعرفون وقاعدين تسمعون والآن منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي قاموا يأجرون مزارعهم فقط لأغراض السياحة، مو موضوعة إنتاجية ولا موضوعة تسويق عنب ولا غيره. هذه الأسباب مستقبلا حتى المزارع راح نخسرها لسبب واحد ومهم جدا، أنه هذه المناطق كانت تعتمد على المياه السطحية، هذا المياه المهمة جدا اليوم للزراعة العراقية، تحولت 99% من تلك البساتين المنتشرة في صلاح الدين إلى المياه الجوفية، وإحنا في منطقة المياه الجوفية يوم بعد يوم قاعدة تقل، جودتها قليلة جدا، فتأثر تأثير مباشر على النبتة وعلى البساتين، وراح نخسر الكثير من الإنتاجية ومن جمال هذه المنطقة. إجراءات حكومية للأسف، اليوم أنا أتكلم وأتقصد أن نتكلم على مديريات الزراعة المنتشرة في هذه المحافظات، إجراءات بطيئة جدا. صار لنا تقريبا 20 سنة نتكلم على موضوع، أو أن المتخصصين بهذا الموضوع، مو أنا أتكلم، من عمر البرنامج تقريبا حيوصل إلى 4 سنوات، 4 سنوات إحنا نتكلم على موضوع طائرات الرش، وإحنا في بلد مع جل احترام للبلدان النامية والأفريقية الفقيرة، احنا بلد ميزانيته بالسنة الواحدة تطخ 150 مليار دولار كمعدل، وإلى الآن ما نمتلك، والله تعاقدنا مع هذه الشركة أو اليوم نضيف عبء كبير جدا على طيران الجيش، الله يا بتعال رشون البساتين المنتشرة بمختلف المحافظات، وكثير من المناطق ما يوصل لها الرش، كثير من الناس ساليهم قالوا آخر مرة قبل 15 سنة، قبل 10 سنوات، فانتشرت الأمراض بشكل كبير جدا. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا ونستقبل ضيوفنا باتصالات أو عبر تطبيق السكايب، خلونا نشاهد هذا الفيديو اللي يتكلم لكم عن بعض الأرقام لإنتاجية العراق من العنب وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدون، شاهدنا هذا التقرير اللي يتكلم على إنتاجية العنب في مختلف المحافظات العراقية، إيجابية كبيرة جدا لمحافظة دهوك وتراجع كبير جدا لمحافظة ديالة. طبعا
عندنا ضيوف حقيقة وضيف نعتز به ونقول له الحمد لله على سلامتك بعد الحادث حقيقة اللي تعرض إلى الأستاذ عادل المختار الخبير الزراعي والمائي. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا. طبعا سلامات. الله يسلمك. الله يخليك. الأمور الحمد لله على كل شيء. ربي يخليك. أستاذ عادل بالبداية صوتي واضح؟ الصوت ده يتقطع، يمكن راح اسحب السماعه ونخليه على يلا 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 لحد ما تتحضر او تجهز احنا راح نرجع لك استاذ عادل. طبعا احبه المشاهدين للاسف يعني حاولنا جهد الامكان انه نستضيف شخص من دائره زراعه صلاح الدين، يعني مثل ما قلنا انه المحافظات اليوم الاهم بموضوع بساتين العنب هو صلاح الدين، ولكن التقرير اللي ظهر ايضا اكو ايجابيه لازم نركز عليها، هي الزراعه بكردستان، كردستان جزء لا يتجزا اليوم من الاراضي العراقيه، واي نجاح لهم ايضا يحسب نجاح لكل الشعب العراقي، الحقيقه عمل كبير جدا خاصه بمحافظه دهوك بموضوعه زراعه العنب والاصناف، يعني حسب التوقعات حسب الارقام والمختصين انه ممكن في غضون 5 سنوات تكون محافظه دهوك هي المحافظه الاولى بانتاج العنب. نرجع مع الاستاذ عادل المختار. اهلا بك استاذ عادل. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. بشرنا صحتك الان شلونها؟ صحتك الان شلون استاذ عادل؟ معكم للاسف. طبعا احبه المشاهدين او الاخوه بالكنترول حاولونا استاذ عادل ايضا الى اتصال هاتفي على مود ايضا نستفاد ونتكلم بالكثير من امور اليوم تخص هذا موضوعنا او محورنا لهذا اليوم. طبعا للاسف اكو بعض الامراض اللي اصيبت بها بساتين العنب بالفاونة الاخيره انه بعض الحشرات اللي دخلت بعد عام 2003، حقيقه اكو اتهامات، اكو اصابع اتهامات تشير انه هذه الامور وهذا الحشرات والافات قدمت مع قدوم القوات الاحتلال الامريكي بشهود عيان، حتى بعض الحشرات سميت الامريكيه مثلا، يعني كثير من الانواع للاسف اللي قاعد يتوزعها اليوم وزاره الزراعه مشكوره بكل دوائرها المنتشره بمختلف المحافظات، صح هناك بعض التقصير، انا اتكلم هنا اليوم بشهاده الفلاحين بمختلف المحافظات العراقيه دا يوزعون أدوية مجانا، ولكن موضوع الجودة للأسف ما قاعد تكون جودة كبيرة جدا نستطيع اليوم من خلالها اليوم أنه نقضي على هذه الآفات الحشرية اللي تسببت بخسائر كبيرة جدا. يعني أحد الأخوة اليوم اللي التقينا به بالحلقات الماضية بخاصة عنده بستان عنب للأسف باحة وخسر تقريبا أكثر من 450 مليون. عبر الهاتف الآن الأستاذ عادل المختار الخبير الزراعي والمائي. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا حياك الله. ربي يخليك أستاذ عادل. خلي أدخل وياك بموضوع مهم جدا اليوم، البساتين عموما وخاصة البساتين العنب هذه السنة كانت غزارة الإنتاج مو مثل السنة السابقة وقبلها، يعني كان هناك أمراض كثيرة، هذا الشيء هل يتحمل اليوم صاحب البستان او تتحمل الجهات المختصه اللي ما تابعت الامر بشكل دقيق؟ مع الاسف انت تعرف الظرف اللي دمر به، يعني حقيقه سوء اداره كبيره، يعني احكي بكل صراحه ووضوح، اليوم الفلاح ده يتحمل نتيجه سوء اداره، اليوم ازمه مي، لكن ازمه مي شنو؟ ازمه مي لسوء الاداره، يعني الشتاء كانت امطار جيده جدا. نعم. مع الاسف ذهب لزراعه مساحات كلش عاليه كبيره وادى الى اليوم خزين ماكو. ايضا الوقايه اليوم الطائرات كلها عاطله، الاهتمام، التسويق، يعني كل القطاعات اليوم متعرضه لسوء اداره بصراحه. نعم. استاذ عادل بما انه ذكرت موضوع الطائرات وانت متخصص بهذا المجال وعندك ترابط وتواصل مستمر مع كل الوزراء اللي صاروا بوزاره الزراعه او علاقات مع المدراء العامين، معضله طائرات الرش ليش مستمره لكل هذه السنوات وماكو حل الى الان؟ شكرا جزيلا لحضرتك. اليوم انت ناوي تعلقها؟ ما في ايه خلنا نعلقها. حقيقه اشتروا 6 طائرات مع الاسف احاديه المحرك، بس بالنتيجه الشركه المعنيه قالت اكو عطل او يعني عطل مصنعي بالجير، فلذلك ما قدرت ان تطير الطائرات، فلذلك مطرت بسبب هذا الخلل.
هذا صار اكثر من 6 سنين. صحيح. الطيارات كلها جاهزه صار 6 سنين. طيب انا راح انطيك حل من قناتكم الكريمه وبرنامجك الرائع، خلينا نعطي حلول حتى يسمعون. اخي هاي الطائرات حولها لوزاره الدفاع واطلب من وزاره الدفاع طيارتين بالموسم مالتك حتى تسوي وقايه وتنتهي السالفه. انت محتفظ الطيارات راح تنتهي موديلها وتنتهي قيمتها، صار كم سنه لا انت دا تصلحها ولا انت دا تهتم بها، وخصوصا من المبادره خصص رقم على ما اتذكر 25 مليار دينار ومع ذلك ما تصلحت الطائره. طيب تلطيها لوزاره الدفاع خليها تروح تحلها، وانت قل لهم انطوني طيارتين كل موسم طياره تسوي لي مكافحه بدل ما انت قاعد وصاكم. صح لو اني غلطان؟ لا استاذ عادل، اليوم نجيب عبء اضافي اليوم للجيش العراقي ولوزاره الدفاع. اليوم وزاره عندها تخصيصات ماليه، ليش ما تشتري طائرات؟ اقول لك صار 6 سنين، يعني احنا مو راح نحكي هسه ليش، انت تعطيهم هم يستفادوا منها وطيارتين بكل موسم ما عندك هي. مشكله، يعني هسه اصلا هي طيران الجيش هو اللي يقوم بالمكافحه، يعني يطلبون طيران هليكوبتر يجي ويغيرون التصميم مالته ويسوون المكافحه. طيارات شنو نظامها؟ تعطيها للجيش حتى هو يصلحوها ويرتبوها ويستفادوا منه. صح لو اني غلطان؟ نعم. اما انت راح تروح تشتري، اليوم احنا الوضع خطر، يعني وضع مأساوي بكل جوانبه، تشوف الارشاد معطل، صح. الطائرات الوقايه، التسويق الزراعي معطل، الابقار، يعني تشوف. فانت اليوم مو راح تظل تسهلها، تفعل هنا وطيران الجيش يجي يسوي لك المكافحه وتواريخ مضبوطه وكل شيء يمشي على مضبوط لو اني غلطان؟ يعني استاذ عادل، يعني فرضا لما بحثت على ارقام انتاج العنب بالعراق اشاهد اليوم مثلا محافظه الدهوك محافظه قاعد تنتج كميات كبيره وانسيابيه عاليه بهذا الموضوع، هل انه موضوعنا او اليوم السبب اللي دا يصير انه بعض السلبيات خاصه بالمحافظات الوسطى والجنوبيه هو موضوع سوء اداره الملف الزراعي؟ يعني هو انا من الاول قلت سوء الاداره واضح، القطاعات كلها منهاره، يعني انت تعال شوف مزارع العنب بدهوك تصفن انواع كثيره ومختلفه ومساحات واسعه، بينما انت تشوف هاي المناطق الزراعيه المتخصصه بالبسنه اللي هي يعني هاي المناطق كلها مهمله بالكامل، اصلا ما يوصلها، لذلك يذهبون لمياه الابار وهذه تعرف فيها ملوحه وتدمر الاول والتالي، هذا كله سوء اداره. تتذكر حضرتك من 2017 اني انادي بضروره اعاده النظر بالسياسه الزراعيه، قلنا اليوم احنا بنواجه مشكله كثيره لازم نعيد النظر، مثلا بحيرات الاسماك رحت سلشتها بدل ما تغير النظام الى السيستم او الاحواض حتى تنهض بواقع ثروه سمكيه، اجتنا الاسماك بالانهر والبحيرات نعم وما داير بها، المياه بالفاو، مياه الاقليميه تروح الصيف كلها قطاعات مهمله بالكامل. كيف انت راح تعيش؟ البساتين اليوم خلينا نحكي على البساتين ما دام اليوم حلقتنا. تدري انا جماعتي كلهم اقول لهم يا بهاي السود طبعا انقطع الاتصال الهاتف مع الاستاذ عادل المختار، اذا تحاولون انه تقدرون تتصلون بي من جديد. طبعا احبتي المشاهدين مثل ما وضحت لكم انه كانت عندنا حلقه في منطقه الدجيل في محافظه صلاح الدين، والحقيقه الازمه الكبرى والعظمى انه هذه البساتين اللي كانت تعتمد اعتماد كلي على المياه السطحيه وخاصه النهر الاسحاقي تحولت جميعها الى مياه الابار، وجودة المياه في هذه الأماكن خاصة المياه الجوفية جودة سيئة جدا قاعدة تأثر مباشرة على المنتج اللي يوصل إلى السوق العراقي. خلونا نشاهد أحد اللقاءات مع أحد الأخ وأصحاب البساتين وراجعين. أبو أحمد، نعم، الدجيل منطقة زراعية، بس قبل ما نصور كنت ما متفائل، يعني حسيت عندك تشاؤم من المستقبل، تقول ممكن هاي حتتحول الى صحراء، هاي الجنه اللي قاعد نشوفها، شنو الاسباب اللي وصلتنا الى هذا الموضوع؟ والله حقيقه ارض الدجيل ارض مباركه على مدى التاريخ، يعني مشهوره كانت بالرمان، زراعه الرمان، نعم. العنب، وخاصه العنب يعني من سنين طويله يعني، والنخيل وبعض الاشجار يعني متعدده في ما لذ وطاب. صحيح. الدجيل. فحاليا كلها قربت، بقى بس العنب.
نعم. ايش عجبه قبل السن العنب؟ العنب يتحمل؟ العنب يتحمل هسه بالنسبه قله المياه ادنى اول شيء، قله الاسمده، دعم الحكومه ما كل الفلاح أيه. هي احد الاسباب، واهم شيء المياه. المياه المياه كلش قليله. الموضوع يعني اريد اعرف انه انا جاي للدجيل، مصور حلقتين سابقه بالدجيل. نعم. بس ما اعرف مصادر مياه الدجيل السطحيه، شنو مصادر المياه؟ اكو عندنا مصدرين. اي مصدر المنبع اللي هو من جيران اللي هم تركيا وايران. نعم. الدول المجاوره هاي منبع اللي هي دجيل والفرات، احنا واقفين على دجيل. تحكي كدجيل شنو مصادر؟ نعم. ومصادرها اثنين، المياه الجوفيه أي. اللي هي الابار، وبالنسبه للمياه نهر دجله اللي نهر هي دجلة. نهر اسحاقي. نهر اسحاق اللي مرتبط نعم. مع نهر دجله. نعم اللي ينبع اللي من نهر دجله. ممتاز. من سامره. قبل الظروف المائيه كانت بالدجيل جيده؟ نعم، انا بالثمانينات أي. يعني الرشن ما ينقطع اربع مدار السنه كلها، يعني 12 شهر او سنين مستمر، هو مستمر المياه والاراضي كلها شبعانه مي. بعدين قام يقل، يعني صار مراشنه اسبوع على اسحاقي. هاي شاكت بدا يقل؟ بدا يعني قبل كم سنه، خمس ست سنوات الى اكثر. اي رشن فوق يصعد للعزيز بلدي فوق والاسحاقي، ورشن ينزل على الدجيل والتاجي وطارميه اسبوع باسبوع. اسبوع باسبوع. نعم. حاليا الرشن شنو وضعيته بالدجيل؟ هسه حاليا 10 يعني 8 ايام تقريبا، اي الى 10 ايام الله يجي. يجي الاسحاقي يمكن ثلث من عنده. ثلث؟ اي هاي ما تكفي. او نص، يعني نقول نص، يعني تقريبا نقول نص. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. نبقى مع اتصال هاتفي مع الاستاذ عادل المختار الخبير الزراعي والمائي. استاذ عادل، يعني اذا سمعت اليوم اللقاء مع احد اصحاب البساتين ابو احمد في الدجيل، انه هل هناك تاثير مستقبلي على استخدام المياه الجوفيه وترك المياه السطحيه؟ حقيقة هي اصلا احنا ما نحب استخدام المياه الجوفيه، ما نحب استخدامها للزراعه. المياه الجوفيه اصلا خزين لمي الشرب في حاله اي ازمه تحدث، لكن سوء الاداره. انا قلت لك يعني اليوم المياه الجوفيه اللي يعتمدون عليها، تعرف بحيره ساوه جفت، انترمه جفت، انتمر جفت، شرق سامره جف، جنوب سنجار جف. واليوم نعم. اي ابو بير تروح تقول له اخبار يقول لك كل فتره عمق لان المي ينضب، فانت ما عندك ذاك الخزين اللي متوجه عليه بهالشكل. بعدين استاذي العزيز، اليوم الحلول احنا بدنا نعطيها، انت بالشتاء خزنت بحدود مليارين ونص الى 3 مليارات. نعم. خزنتها الما، غير بهذا الصيف تدفعها حتى توازن مناسيب المي لا يحدث اشكاليات. يعني حتى وين ودوها؟ من خزنوها وين ودوها؟ لا زالت بالخزين. اليوم انت عندك خزين بحدود مليار ونص مليارين، ما تطلقها تعوضها الا نظامها. احنا رايحين لشتاء، وايضا لا تنسى احب اذكرك الصيف هو السابع والثامن، التاسع والعاشر يبدي يقل التبخر، يقل الطلب على الاستهلاك. والشتاء ان شاء الله يكون ممطر، متوقع يكون الشتاء ممطر، لان الظاهره التنينيه ما بعدها راح تكون امطار غزيره، هذا العالم كله يقول. فانت ضام الخزين مالك المن. استاذ عادل، يعني هل انت مع فكره انه الان العراق خزينه مليار ونص الان يستخدم ويبقى الخزين فارغ؟ لا لا لا، الخزين اضافي مليار ونص، يعني كان سبعه ونص، خزنه واكثر من مليارين ونص الى ثلاث مليارات، يعني وصل حد 11 مليار. نعم. احنا شو نقول؟ هسه صرفوا مليار، المتبقي فد مليار ونص ايضا ادفعه، لان يعني الوضع خطر. يعني تخوفك اليوم التلوث تزيد، فاذا صاب البشر لا سامح الله ايش راح يكون فعله؟ فانت هاي المليار ونص اللي جمعتها اضافيه استاذ ظفر، هاي نعم. دا احكي عليه، هي مياه اضافيه فوق الخزين. زيدت الخزين مالك بالشتاء، اطلقه بالصيف حتى نروح للشتاء القادم ان شاء الله تكون امطار، ونغير اسلوبنا ونعيد. اليوم نحتاج ثوره استاذ ظفر. تعرف انت الفضائيات الدوليه يحكون وياي، عندي لقاء قريب عن الزراعه الذكيه. تصور وين وصل العالم، الزراعه الذكيه، الريبوتات. والله لو احكي لك تصفن. احنا ليه هسه يعني حايرين بالمي الزراعه الذكيه واحده من انشاء ترشيد استهلاك المي، السيطره على الحراره، الايدي العامله، استخدام الروبوتات. تشوف هذا كله تطور العالم وين وصل، وانت بعدك طش حنطه وشايف
لو تجيب المياه الجوفيه وتسقي بيها وانت ما تعرف شنو بيها اصلا. هذا كله يعني قلت لك لازم يعاد النظر بسياسه تصير ثوره زراعيه. العالم ترى تطور الهيدروبونيك الاجروبونيك الشعير المستنبت. يعني استاذ عادل يعني اليوم احنا نشوف تحركات حكوميه موضوع انه السنه الجايه مثلا الزراعه استراتيجيه الا سقي حديد، ليش ما يبدون بالبساتين كفرق؟ دقيقه لا عيدها عيدها هاي. ايه طبعا انت عندك سالفه بهاي عيد هاي الجمله انا ادري بي انه الحكومه العراقيه وعلى لسان دوله رئيس الوزراء المحترم السيد السوداني قال الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات ري حديثة بالموسم القادم سيحرم من الدعم. يا دعم هو 40% وما يشترون منه المحصول مالته. ده تصور 40% ده يشتغلون بدون دعم. بعدين انت وين منظومات الري مالتك؟ شوف بروح اطلع عليهم وقل لهم اريد اشتري منظومة ري. روح للمصرف قل له اريد ارض. ترى معوقات كثيرة. الكلام حلو لكن معوقات كثيرة. اليوم حتى تأخذ قرض من المصرف الزراعي مو أقل من 18 لازم تجيب كفيل. زين هذا الكفيل من راح تجيبه؟ تعرف حضرتك اليوم كل الناس كفوا أخذوا اليوم بصعوبة نجيب كفيل. ده تصورني نعم. يعني إحنا الكلام حلو دائما نسمع صح. كلام لكن الواقع وين؟ شركة النعمان زارة وشركة النعمان هي معمل النعمان وليس شركة. يعني صور هي معمل دحولوها إلى شركة حتى يصيرها تخصيص وتقوم هي تبيع منظومات ري. ليش تدخل وزارة الزراعة وتتعاقد وانية؟ نعم طبعا كل التحية والشكر لك استاذ عادل. ولكن ايضا عندنا اتصالات هاتفية مع بعض الخبراء بمجال الزراعة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. حقيقة نتمنى ان شاء الله صحتك تتحسن أكثر وأكثر وتجي إلى حلقة في برنامج أرض السواد في الاستوديو. طبعا أحبة المشاهدين أيضا عندنا لقاءات صارت في منطقة الدجيل وتكلموا على موضوع المعوقات الكبيرة وأيضا هذه المرة على موضوع المكاتب الزراعية والمواد المغشوشة للأسف اللي كل سنة احنا نجي في هذه المنطقة أكو بعض المشاكل ولكن أكو إنتاجية. هاي السنة للأسف الإنتاجية مو مثل كل سنة صار. والله في الحقيقة هذه السنة تختلف عن باقي السنوات. كثرة الأمراض اللي تعرض لها أشجار العنب أدت إلى خفض الإنتاج في هذه السنة. يعني تلاحظ أنه يمكن تشوف هاي الشجرة مع العنب واللي موجودة اللي يعني جتها أمراض ويبست العنقود قبل أن يصير مرحلة النضوج. حتى هم اليوم خلي يشاهد اي والله خلي يشوفوه المشاهدين. يعني هذا هو مو مال العام هذا مال هالسنه. لا مال هالسنه يبس هو يبس صار به مرض فطري وادى الى تلفه قبل ان ينضج وقبل ان يصير. نعم اكو علاجات. احنا وزاره الزراعه يعني احنا نشكرها لانه قدمت الادويه والمبيدات الزراعيه بصوره مجانيه الى الفلاحين ولكن ما غطت كل المناطق. ليش؟ لانه بعض المناطق وهذه الادويه مو كلها دائما يعني تصل الى الفلاحين. هنالك مشاكل ومعوقات كثيره في هذا المجال ووجود المكاتب الزراعية غير المرخصة والتهريب بالنسبة لهذه المواد وبها أكثرها هي مضرة للنباتات أدت إلى أيضا إلى ما داخل السيطرة ما داخل سيطرة نوعية أدت إلى أتلاف. هي بدأت تتأثر آثارها الجانبية أكثر من آثارها الإيجابية. يعني بدأت تتأثر سلبا وليس إيجابا. أكثر الأمراض تتعرض لها والله هي هذه يعني هذه دودة السيكادة هي سبب أكثر الأمراض اللي موجودة في الاحتلال الاحتلال. نعم واللي خاطبنا وزارة الزراعة وموجود عندي كتاب رسمي انه احنا وزارة الزراعة تجاوبني تقول احنا ما عندنا الامكانية المالية للقضاء على هذه الحشرة. ما ادري يعني شلون ما عندهم امكانية مالية. موجود كتاب رسمي ردوا لكم؟ اي يردوا لنا جاوبونا قدمت يعني طلب للوزارة. شنو مثلا؟ ما ادري يعني تنظيم ارهابي يحتاج لها طيارات. اي والله موجود انا عندي يعني كتاب رسمي موجود من الوزارة جواب على هذا انه احنا ما نستطيع ان نعالجها لانه تحتاج الى امكانيات مادية. وهذه الحشرة يعني مو صعبة انه يعني هذا العنقود اللي شاهدناه بسبب هاي الحشرة امراضها. طبعا امراض هذه كلها تنقل الامراض وهذه الامراض تسوي المن الدقيق لهذا المن الابيض وغيره من الامراض. هواي امراض فطرية وحشرية تصيب النباتات العنب. يعني سابقا ما كانت موجودة ولكن بعد الاحتلال ظهرت هذه الامراض. رجعنا وياكم احبة المشاهدين وشاهدنا حقيقة اللقاء مع الاستاذ علي هذا الشخص التربوي وايضا
صاحب بساتين في منطقة الدجيل، اللي حقيقة هذه المنطقة اللي تعرضت للكثير من الأزمات اللي كانت بالنظام السابق من تجفيف بساتين، وعفوا اليوم تدمير بساتين كاملة وأيضا إعدامات وغيرها، وبعدها أيضا تعرضت لهجمات إرهابية كبيرة. طبعا أحبة المشاهدين، بما أنه نتحدث عن الدجيل، عندنا ضيف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية اللي أدى اتصال مباشر على محافظة صلاح الدين اللي هي به موضوع الدجيل وبلد المتخصصة ببساتين العنب. أهلا بك أستاذ كريم كرد الدليمي. أهلا وسهلا، حياك الله. ربي يخليك. الله يخليك، إن شاء الله يا رب تكون بخير. أكرمك الله يحفظك، وأنا أشكر استضافتكم، وحقيقة مسرور أن تحضرنا الفرصة نتكلم معكم. ربي يخليك أستاذ كريم. أستاذ كريم، اليوم للأسف انقطع الاتصال هاتف، عيدونا الاتصال هاتف مع الأستاذ كريم، لأن هي مثل ما يقول لك أكو مثل أهل مكة أدرى بشعابها، أنه الأستاذ كريم هو من هذه المناطق المعروفة بهذا البساتين اللي أرجع وتقول أو أقول تحولت اليوم إلى أراضي سكنية، تحولت اليوم إلى مزارع تستخدم فقط للأغراض السياحية، اللي حقيقة صح أكو بعضهم استفادوا، ولكن أغلب اليوم غالبية أهل المنطقة اللي هم عاشوا وتربوا على موضوع الزراعة من آبائهم ونقلوها إلى أولادهم وإلهم وإلى أحفادهم، حقيقة مستغربين من هذه الأمور اللي قاعد حقيقة تحول سريع جدا بهذه المناطق الزراعية المعروفة. اليوم إذا نتكلم على مناطق مثل الطارمية، الدجيل، بلد سامرة، المحمودية، اليوسفية، اللطيفية، المناطق أبو غريب، المناطق اللي قريبة من بغداد أيضا المدائن، هذه المناطق اليوم تعتبر سلة بغداد، سلة العاصمة الغذائية وسلات غذائية لمحافظاتهم. للأسف يصير هناك تراجع كبير بهذا الموضوع، هذا ينذر بمستقبل خطر جدا بموضوعة الأمن الغذائي. نرجع مع الأستاذ كريم كردي الدليمي. أهلا بك أستاذ كريم من جديد. أهلا وسهلا أستاذ. الله يحييك أستاذ كريم. عموما أنا أريد أسألك وأدخل بموضوع أنه بساتين الأنف في الدجيل في بلد وبمختلف المناطق العراقية حقيقة يعانون من موضوعة الأمراض المستمرة، الآفات الزراعية، انه يتهمون دائما انه المكاتب الزراعيه قاعده تجيب مواد ما بها الجوده الكبيره وممكن منتهيه الصلاحيه. اليوم انتم كجمعيات فلاحيه كمنظمه هي التي تحمل فلاح اولا وتصل صوته من قريته ومزرعته الى الحكومه العراقيه مباشره، شنو اجراءاتكم بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه احب اشكر حضرتك وقناتكم الكريمه على اتاحه الفرصه. حقيقة بساتين بلد والدجيل تعتبر سلة العراق الزراعية، مو فقط يعني صلاح الدين، ولدينا في بلد والدجيل يعني نوعيات متميزة جدا من العنب ما توجد في مناطق أخرى من بلدنا الحبيب. يعني قضائي بلد والدجيل تتميز فيها يعني نادرة الوجود، صحيح تقدر تقول كأنها قطعة من الجنة سبحان الله. يعني لو جنابك أو اللي مارين بهاي المناطق البساتين من تدخل بها ما تحب أنه تطلع من هاي المنطقة. نعم. لكن اللي دي يصير للفلاح حقيقة دائما، وهذا دائما نكررها ودائما نقولها، يعني البضاعة اللي مستوردة بالدرجة الأولى جاي تأثر على بضاعة فلاحنا. أها. يعني قلة الدعم الحكومي المقدم من قبل وزارة الزراعة لأصحاب البساتين، وخصوصا في منطقة بلد والدجيل، يعني الفلاح معتمد على نفسه اعتماد كلي نهائيا، ماكو اي دعم للبسنة، لاكو اسمدة ولاكو يعني مبيدات ولاكو يعني مثل قبل رش، يعني رش المبيدات بالطائرات الهليكوبتر، يعني كان هذا معمول به سابقا، الان ماكو هذا الشيء. الفلاح يعتمد اعتماد كلي على موارد ذاتية، ماكو إلا دعم، يعني خصوصا بالبسنة. يعني هسه إذا نتكلم على موضوع المحاصيل الاستراتيجية مثلا الحنطة، نعم، فيها دعم للفلاح، لكن البسنة حقيقة حاليا ما بيها أي دعم للفلاح. شو السبب أستاذ كريم؟ اليوم أنتو كاتحاد عام جمعيات فلاحية أكيد عندكم علاقات مع دوائر الزراعة، من تسألوهم على موضوع الدعم شنو جوابهم؟
بالتأكيد يعني مديرية الزراعة وشعب الزراعة اللي موجودة في المنطقة ما عندهم المواد اللي يعني تفيد حقيقة البساتين هذه أو الحشرة اللي تصير، وماكو ذيك النوعية اللي تجي، ما تجي نوعية زينة، نوعية يعني نوعية مبيد جيد تجي حتى الفلاح ياخذ منها. نعم. وإذا تجي يعني نوعيات تجي قليلة جدا، وحتى النوعيات اللي تجي هي منتهية الصلاحية أو غير جيدة تجي بنسب قليلة وما يحصل من عند الفلاح. فاحنا حقيقة من خلال قناتكم الكريمة الناشد وزارة الزراعة انه تكون يعني للبساتين في هذه المنطقة، منطقة حزام بغداد ومنطقة بلد وتجيل، يعني يكون لهم دعم خاص بالبساتين. استاذ كريم انت من اي منطقة استاذ كريم؟ انا من صلاح الدين. يعني بالضبط وين بلد؟ لا انا تكريت، لكن انا يعني معايش بساتين بلد وتكريت. نعم. وعلى تواصل يا الفلاحين وبلد وتجيل وازورهم وبساتينهم. نعم. واشوف المعاناه. ان شاء الله انا راح اخذ رقمك من العلاقات وراح اتواصل وياك نسوي لنا حلقه ميدانيه في احد البساتين على مود ننقل صوت الفلاح. انا اتشرف ربي يخليك حتى تطلعون ويطلع راي العام العراقي على اوضاع الفلاحين بهاي المنطقه. انا بعد الحلقه راح اتصل بحضرتك. اتشرف فيك. ربي يخليك. شكرا جزيلا لك استاذ كريم كرد الدليمي. اهلا وسهلا. حياك الله. مكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه. يعني الغريب بالامر يعني اذا تركزون وياي احبه المشاهدين انه حتى اليوم الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه يصرخ ويطالب ويسوي زيارات ويلتقي مع مسؤولين، ولكن الامر غريب جدا. اليوم باي موازنه بالسنوات السابقه بالحاليه اكو ميزانيه مخصصه للبستنه، للارشاد الزراعي، لدائره التخطيط، لهذا الامر، لهذه الدائره، ولكن للاسف لما تسال والله ما وصلت لنا مثلا من الوزاره، والله ما وصلت، او توصل بعد الموسم مثل ما صار بالزراعة الاستراتيجية وخسرنا للأسف. صح إن حققنا اختفاء ذاتي، ولكن كان حققنا رقم كبير جدا أيضا يفيد الثروة الحيوانية، يفيد بالتصدير، ولكن هذه الأمور أكو بعض الجزئيات البسيطة حقيقة لو تنحل بأسرع وقت لا الأمور ماشية بطريقة سلسة وجميلة جدا. أحبنا المشاهدين عندنا فيديو أخير يتكلم أيضا على اليوم تاريخ الدجيل بموضوع بساتين العنب، وأيضا يتكلم عن الأزمة شح المياه اللي اثرت بصوره مباشره على بساتين العنب. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. شيخنا عموما يعني احنا سنتين اجيناكم. نعم. العام واول العام تكلمنا بموسم العنب. هذا الموسم اللي افتهمته من قبل اصحاب البساتين انه الموسم الاقل غزاره بالانتاج، شنو الاسباب؟ يعود اولا الى قله المياه السطحيه. المياه السطحيه خلينا نقول نهر اسحاقي، نهر اسحاقي يغذي جميع البساتين اللي تربط الاسحاقي، قضاء الاسحاقي وقضاء بلد واضافه الى الدجيل، وكذلك يطلع الى الطارميه والمشاهده ويوصل تقريبا تحديدا الى مطعم خيرات الرحمن مقابله. هنا ينتهي النهر، يصير تفرعات ينتهي. نعم نعم. فنهر الاسحاقي اصبح عندنا المي رشن، وتعرف انه الفلاح هو باستمرار يدير عجلة الانتاج. نعم. فمرة مثلا يزرع طماطة، مرة يزرع خيار، مرة يزرع العفو الخضر. اما بالنسبة للفواكه التفاح، العنب، الاشجار النفضية، خلينا نقول مثلا المشمش، الالو، العنجاص واصناف اخرى. نعم. يعني قلة المياه هي السبب الرئيسي. شيخنا يعني نقدر نقول انه الصبغه الرسميه للدجيل هي العنب اكثر شيء. العنب والله حتى الخضر، يعني الطماطه والخيار يعني درجه اولى يعني انتاج، حتى هسه مثلا عندنا المشمش، عندنا التفاح، هسه اشكال انواع التفاح. صحيح. بس قلت لك هي السبب الرئيسي الابراهيمي وابو خد وخد، وهذا يسموه فلسطيني. ايه. اشكال انواع. بس قلت لك لانه هي السبب، هذا السبب يعني الرئيسي المباشر هو الماء، لان يعني الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله. الف رحمه على والديك. فاذا موجود الماء موجود الحياه، ما موجود الماء ما موجود الحياه. لذلك يعني سكان مدينه الدجيل وكل الاقضيه
النواحي اللي موجودة محافظة صلاح الدين تعاني من شحة المياه. اعتمدت الناس على آبار. الآبار المشكلة أول شيء يعني أجدادنا كانوا متوارثين أكو آبار، فمن توفرت المياه صارت بدائل، بدأت الناس تردم هاي الآبار. هسه قاموا يرجعون وبعيدون مرة ثانية عليها، بس الآبار المياه مالتها مو مثل المياه السطحية. طبعا تختلف. هذيك بيها عناصر، بيها فيتامينات، يعني أساسية معرضة للشمس. فسبحان الله تجيك يعني حتى بها نوع يعني من التغذية للنبات المباشر. فعلا. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وفيديو للشيخ كاظم الخزرج أحد وجهاء قضاء الدجيل اللي تكلم على موضوعات أيضا المياه. طبعا عندنا عبر الهاتف الأستاذ ضياء، الشيخ ضياء الربيعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. أهلا بك أستاذ ضياء. أهلا وسهلا حياكم، السلام عليكم. ربي يخليك، إن شاء الله تكون بخير. ربي يحفظكم إن شاء الله، بارك الله فيك. ربي يخليك، الله يحفظك. شيخ ضياء، زرت الدجيل، شاهدت اليوم بساتين العنب المعتمدة بشكل كلي تقريبا على المياه الجوفية. هذا الاعتماد اللي قبل كنا نصيح لبدائل صار هو الأساسي، هذا مستقبلا للأسف يمكن تنتهي. اليوم الحل تلك البساتين لإنقاذ والمحافظة على هذه البساتين، وأنت اليوم كجمعية فلاحية الحامل أول للفلاح العراقي، تفضل. تحية لك ولضيفك الكريم. ربي يخليك. والبرنامج مالك هذا رائع. الله يخليك. بالنسبة لشحة المياه، يعني شحة صعبة جدا، خاصة لكل العراق الصراحة. يعني احنا الأهوار نشفت بشكل عام، يعني انت تعرف هسه الناس صارت تجرى عندهم من أراضيهم، يعرف أرضه شنو يعني، يعني موت محقق. فبقت عندنا بساتين يعني بمعنى هذا تستمر على هذه، يعني هي سلة العراق أو سلة بغداد، خلينا نقول كلها من هاي المناطق من الدجيل، لأنه فيهم عندهم الزراعة رائعة جدا والفواكه والأمور الموجودة بساتين مالتهم، وناس تتعب بعملها فعلا. لكن تعال هي شحة الماء يعني كلش صعبة جدا، لذلك احنا نطالب رئاسة الوزراء بصراحة وكل مسؤولين بعملية تجويل العملية أو زيارة تركيا وضع حل لهاي العملية صعبة جدا، لأنه شغلة ولا يعني انهيار صعبة جدا. نعم. شيخ ضياء أيضا أريد أسألك سؤال آخر، أكو كثير من الفلاحين وأصحاب البساتين يشتكون من المكاتب الزراعية. اليوم هل عمل المكاتب الزراعية منظم أو عشوائي؟ مكاتب الزراعية هذه قطاع خاص، يعني بالنسبة لهم تعرف كلها تجارية، والتجاري اليوم أكو ناس عندها ضمير تشتغل بالشيون تجيب الشغلات الجيدة، وأكو ناس اللي تشتغل بالربح، يعني تعطي مو مفكر بالربح السريع ويجيب المواد اللي تأثر حتى تأثر علينا حقيقة يعني. نعم طبعا سؤالنا نعم سؤالنا الأخير أستاذ ضياء، تفضل تفضل إذا عندك إضافة. بس ندعو كل الأخوة من يكون جيبونا الحالات اللي يفيدنا. نعم أستاذ ضياء، سؤال الأخير، يعني أكيد نعم. اليوم أنتم مطلعين بشكل كبير جدا على ملف الزراعة كاتحاد عام جمعيات فلاحية. نعم. هل السنوات القادمة سنوات صعبة جدا أو تشوفون أكو حلول اليوم قريبة؟ والله الحلول أول واحدة ننتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، هو اللي أنعم علينا بهاي السنة الماضية. نعم. مطلعت أمطينا إنتاج السنة توصل الإنتاج 5,194,000 طن من رقم لأول مرة تاريخ العالم رغم شحة المياه، ولكن أرتبت علينا بأمطار والحمد لله صار بها إنتاج. فننتظر أول اللطف الإلهي اللي يجينا والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ننتظر به الخير. واثنين بعد لازم نكون في زيارة تركيا أو يعني كل الإيران للمناطق المجاورة الدول المجاورة، لأن يوطونا المي مالنا حتى لو نص الكمية اللي كانت قبل، مو هسه هسه شحيحة جدا جدا جدا. صحيح ما قاعد تدخل بشكل كبير جدا. هي. كل التحية والشكر إليك الشيخ ضياء الربيعي. أشكر ضيفك وأنت لكم التوفيق إن شاء الله وبارك الله بكم وحياكم الله. نعم تحية إليك شيخ ضياء الربيعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، على كل هذه المعلومات. طبعا أحبة المشاهدين، إحنا الآن وصلنا للدقائق الأخيرة من عمر برنامج أرض السواد، ولكن لما نشاهد بكل قطاعات الزراعة الحقيقة يعني أنا أول ما دخلت البرنامج أرض السواد اللي متخصصي، يعني أنا لا خريج زراعة ولا شيء، كنت متردد من هذا الموضوع،
وحقيقة مشكورة إدارة قناة الأيام الفضائية على هذه الفكرة العظيمة اللي كانت أرض السواد، التميز الكبير اللي أي قناة أخرى عراقية ما عندها هذا البرنامج. ممكن كان قبل 30 سنة أكو هيك برنامج، نوعية برنامج اشتغلت بيه 3 سنوات وأذهب إلى محافظات. لحد الآن تقريبا أنا زاير أكثر من 15 محافظة عراقية، وصورنا بيها حلقات متنوعة، إن كانت ثروة سمكية، دواجن، مواشي، زراعة استراتيجية، خضار، بساتين، فواكه، كل مواضيع تقريبا. حتى يوم من الأيام صورنا حلقة على التسمية العامية النبق في البصرة. ولكن للأسف أنا أسأل، صارت عندي علاقات بمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك، موجودين لحد الآن عندي علاقات معاهم، لما أشوف نشرهم يتحدثون وياي، يرسلون رسائل، كل القطاعات الزراعية بتراجع، الكل. هاي احنا نحكي على هاي السنوات الأخيرة، دواجن مشاكل، الأسماك مشاكل، البستنة مشاكل، الزراعة الاستراتيجية ممكن بها إيجابية صارت بالفترة الأخيرة، آخر موسم سلم الحنطة خذ الصيك. ولكن القطاعات الأخرى يعني حقيقة انهيار مستمر. فاليوم نحتاج يعني اليوم عمل كبير جدا، ثورة بمختلف القطاعات. اليوم أنا ما أذب اللوم فقط على وزارة الزراعة، لا، وزارة الزراعة مرتبطة وياها وزارة الموارد المائية بالمياه، مرتبطة وياها وزارة الداخلية بموضوع التهريب والتسويق الغير جيد ودخول الاستيراد بصورة عشوائية، مرتبطة وياها وزارة الكهرباء لأن الزراعة تحتاج إلى مولدات لإيصال المياه، مرتبطة وياها وزارة البيئة، مرتبطة وياها وزارة التجارة، مرتبطة وياها اليوم وزارة الدفاع بموضوع طائرات الرش. اليوم نحتاج خلية نحل كبيرة جدا، مشروع وطني. يعني أبدي من مشروع المياه، عندك مشكلة موضوع مياه وما قاعد تقدر تنجح بالاتفاقات الدولية، دبلوماسية ما نجحت صراحة. اليوم نحكي اليوم دبلوماسيتنا ما نجحت بموضوع المياه، أكو طرق أخرى أحلها، لأن الحقيقة الهجرة من الريف إلى المدينة مستمرة. الفلاح قاعد يترك أرضه يروح يبيعها، يسويها قطع يبيعها وتصير دور سكنية ويخلص ويربح بيها ربح كبير جدا. أحبتي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.